ما عندي تسلسله بالقصر بعد ما عندي تسلسله بالقصر لا بال... تلاقيت مر... جوج مرات تلاقيت بالاميره لاله مريم وفي في... في نطاق رسمي مي كنت عضو ولا مازال عضو في في المرصد الوطني لحقوق الطفل وكان عندي بالنسبه لنا طفل يتيم والحمد لله كان عندي الحظ لاني نشارك في المنتدى العالمي للطفوله لحقوق الانسان اللي كان في مراكش ودرت في الاطار ديال في لوبسيرفاتوار ناسيونال دي دووا دلونفون المرصد الوطني لحقوق الطفل اللي الحمد لله كان تمثلت اليتيم المغربي في العالم دونك واحد من الخيريه الحمد لله تكلفوا باسره والحمد لله دابا بحال سي بوزيسيوني في ان دومين ومن تما فاش تلاقيت بها سيتي سلام بحال تشوف انت تسلمو مي سيتي هذه هي اخر حاجه واول حاجه.